أنا أسكن في بريطانيا وأريد أحضر زوجة من السودان، وعندما حضرت إلى بريطانيا كنت خاطب وما حصل قسمة مع الخطيبة الأولى، وأنا أريد أحضر زوجة أخرى وهذا يتطلب تغيير اسمها إلى اسم الخطيبة الأولى. لا تتوقع مني يا ولدي أن أفتيك بالتزوير في أوراق رسمية وبيني وبينك آلاف الأميال. أعمد إلى القواعد الصحيحة يا ولدي واصبر عليها ولا تثر قالة السوء عن الجالية المسلمة في بريطانيا أو في غيرها، بارك الله فيك.